في حوارنا عن الترجمة بيسعدنا أن نلتقي اليوم مع الدكتور أنور مغيث الكاتب والمترجم وأستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان ومدير المركز القومي للترجمة سابقا والفائز بجائزة التفوق فرع العلوم الاجتماعية عام 2020. ومعنا أيضا الدكتور أحمد السعيد الكاتب والمترجم والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة والحاصل على جائزة الدولة الصينية للتميز والإسهام في مجال الكتاب. ودكتور أحمد هو مستشار وخبير مشروع الحكومة الصينية لترويج الكتاب الصيني في العالم. دكتور أنور أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. دكتور أحمد منورنا. موضوع الترجمة موضوع كبير متشعب ليه محاور عديدة، لكن وأنا قاعدة مع اثنين من الخبراء في مجال الترجمة نحب ان احنا نرسم الاول خريطة لواقع الترجمة في مصر الان. دكتور انور، يا حبينا طبعا نرسم خريطة معناه ان احنا بنعمل عملية رصد للترجمة اللي بتصدر في مصر وعملية تمييز، يعني انه في طبعا ترجمة بتتم لاسباب ادارية وعملية وقضائية وحقوقية، لكن احنا يهمنا الترجمة اللي هي الثقافية. نعم. اللي هي بتشمل يا إما ثقافة علمية يا إما علوم إنسانية يا إما أدب وشعر وغيرها. طبعا هنا رسم الخريطة ده يعني عشان نحدد هو مرضي ولا في خلل، بيبقى عندنا معايير الواقع والمشكلات بالظبط، وعندنا امل ان احنا ان شاء الله بعد نهايه الحلقه نجد الحلول بالظبط. بنشوف مثلا بالنسبه لمتوسط الترجمه في العالم كم كتاب لكل 1000 مواطن مثلا. تمام. ودي معايير بتبقى محطاها الامم المتحده، فهنلاقي انه يعني نسبه الترجمه العربيه، وبناخد بقى الدول العربيه كلها مع بعض باعتبار ان هو ده اي كتاب يترجم فبيترجم للقارئ العربي، انه نصيب القراء العرب من الترجمه محدود. ورغم النهضه اللي حصلت مؤخرا سواء في انشاء المركز القومي للترجمه او دار كلمه او المنظمه العربيه للترجمه ببيروت او بيت الحكمه في تونس، يعني مؤخرا في العقدين الاخيرين حصل نوع من الالتفات لاهميه الترجمه، وبدات يعني لو هنعمل رسم بياني هنلاقي الخط طالع لفوق، الا انه لا يزال تحت المتوسط، ما زال يعني ادنى من المأمول. وبالتالي يعني نقدر نقول ان احنا بنرصد تقدم، لكن في نفس الوقت لم نصل بعد الى ما هو يعني يعد المتوسط العام للترجمه الثقافيه في العالم كله.